ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني بفيديو جديد. بس قبل ما ابدا الفيديو، ما تنسوش لو انتم مش مشتركين اشتركوا ودوسوا على الجرس. لو مش متابعيني على فيسبوك، الصفحه وجروبها هسيبهم تحت في الديسكريبشن بوكس. وما تنسوش تشوفوا الفيديو ده للاخر. لو عجبكم اعملوا له لايك وشير. النهارده الفيديو هيكون عن منتج كنت جايباه بقالي فتره، بقالي حوالي شهر ونص او شهرين، تقريبا شهر ونص او شهر ونص وزيادة شوية. الامبولات بتاعة الويفا. المنتج ده عموما من وقت ما الناس شافته عندي في المشتريات وقالوا لي، يعني في ناس كتير قالت لي ان هو بياخد وقت وان هو حلو وان هو بيجيب نتيجة كويسة، وبجربه برضو واقول لهم تمام. اولا هو كان سعره حاجة و60 تقريبا، او تقريبا حاجة و60. هو فيه 4 وحدات على فكرة، وفتحه سهل يعني، فتحه وننتو. بس انا للأسف خلصت الحاجات اللي فيه، يعني مفيش فيهم واحدة مثلا ان انا افتحها قصادكم، لان انا خلصتهم كلهم عشان اعرف النتيجة عاملة ازاي. هو موجود عليه ان هو بيقلل من تساقط الشعر للشعر الجاف والمجهد، وبتصبره بالبروتين. وموجود عليه هنا طريقة الاستعمال اهو، ان هو على شعر يكون مبلول وبيتحط بشكل دائري وما بيتشطبش، وبيستعمل مرتين في الاسبوع لمدة شهرين. يعني تقريبا انا استعملته بنفس الطريقة دي ولمدة برضو شهرين تقريبا. وموجود عليه التحذيرات طبعا، ان هو لو فروة الراس فيها اي التهابات ما يستعملش تمام. وموجود زي ما قلت لكم ان هو هنا كمان بيرطب الشعر، بيغذي فروة الراس، بيقلل من التقصف، وبيزود نعومة الشعر وحيويته والكلام ده كله. طبعا الامبولات عموما اختراع لطيف بصراحة، لانه في ناس كتير فروة راسها بتبقى دهنية او تحس ان هي ما عندهاش خلق على حمامات الزيت، لان حمام الزيت ده ليه روتين. وكمان لازم تخلي بالكم وانتوا بتستعملوه ان تغسلوا شعركم بعده بشامبو يكون الى حد ما فيه مكونات طبيعية، عشان فروة الراس تستفاد من حمام الزيت. فالفكره في الامبولات دي حلوه قوي، فكره ان هي بتتساب على فروه الراس. لما جيت فتحتها لقيتها سايله شويه وبتعمل زي رغوه، حاجه بسيطه. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني مش زيت خالص، هي رغوه ويعني ليها رغوه خفيفه. الامبولات اللي فيها على فكره بتقعد فتره حلوه، بس على حسب الشعر. يعني الأمبولة الواحدة أنا ما استعملتهاش على نفسي، هقول لكم ليه. أنا استعملتها على أهلي بصراحة، لكن ما استعملتهاش على نفسي. أنا ما عنديش أزمة مع التساقط وشعري أوكي جاف، بس مش عارفة يعني حسيت أنا مش عايزة استعمله عليا. المهم أنا بقى إيه، شفت بنات قالت لي إنه بيساعد في تتقيل الشعر شوية، بس عايز صبر وعاوز ان هو تحط على فروة راس نظيفة، وبعد يكون بعد ما الشعر يكون مغسول بشامبو. وفي كمان قالولي انه حلو جدا لو حد بيعمل كيراتين وبروتين والكلام ده كله هيبقى معاهم كويس. انا معرفش بصراحة قصة الكيراتين والحاجات دي، لان انا عملت شعري بكرياتين زمان قوي وبوظ لي الدنيا خالص. طيب بالنسبه لده عايزه بقى اقول لكم كام نقطه فيه. اول حاجه، الحاجه اللي انا حبيتها فيه انه حلو جدا لو حد عنده فروه راسه جافه، هيبقى معاه جميل جدا، لان ده بيرطب فروه الراس حلو وترطيبه خفيف، ما بيكونش مدهنن. لازم تخلوا بالكم وانتوا بتحطوه على شعركم، لان هو سايل خالص تمام، مش ماسك نفسه، يعني سايل زي الزيت، زي المية. في بقى شفت كذا بنت كانت عاملة عنه كمان ريفيو، كانت بتضيف عليه زبادي
وعسل نحل وكده. حلوة الخلطة دي لو هيستخدم زي ماسك تنعيم للشعر، فانا برضو عجبني فيه ان انا استعمله كماسك مع مكونات تانية، مع عسل ومع زيت وكده وزبادي، هيبقى حلو جدا. لكن مش قصدي برضو تأثيره على فروة الراس عاملة ازاي. بالنسبة بقى لقصة القشرة، لو حد بيعاني من قشرة، طبعا حد بيعاني من قشرة مش هيعرف يستعمل حمام الزيت، لو حد بيعاني من قشرة مش هيعاني قوي مع المنتج ده، بس برضو يكون حد بياخد علاج للقشرة، لان هو مشكلته ان هو بيتسبع الشعر. ما بي مش مزيت، مش مدهنن، مش هيبقى مشكلة قوي. بس برضو خلي بالكم الناس اللي عندها قشرة ان هي تكون يعني ما تستعملهوش كتير. دي اول ميزة فيه، حاجتين كده فيه. اول حاجة ان هو بيرطب فروة الراس حلوة جدا، فحلو الفروة شعرهم جافة. تاني حاجة حلو جدا في الماسكات والكلام ده كله. بالنسبة بقى قصة هو بيعالج التساقط، فلأ ما بيعالجش التساقط. قصة ان هو بيتقل الشعر ولا لأ خالص، ولا بيطول ولا بيتقل ولا اي حاجة. كل الحكاية بس فقط ان هو بيرطب فروة الراس حلو، لكن اي حاجة تانية لا. في كمان حاجة تانية عايزة اقول لكم عنها، انه حلو جدا لو حد عنده مشكلة البيبي هير اللي هو بيبقى الصغير ده اللي بيطلع كده وبيبقى مش لطيف، وحط منه كمية حلوة على شعره بس معقولة مش كتير برضو قوي، هيساعد ان البيبي هير والحاجات دي يبقى نايم شوية. بصراحة انا مش هقول ان انا بكرهه، بس برضو بالنسبة للي مكتوب عليه انا ما حبيتش فيه بصراحة، ان هو مكتوب عليه حاجات هما بيعملهاش. مش هقول عليه ان هو برضو نتمنى ان انا جبته، لان زي ما قلت لكم هو حلو في كام حاجة عجبتني، بس برضو قصة ان انا استعمله كماسك تنعيم للشعر اشتريه مخصوص، هو سعره 60 وفي 4 وحدات. طيب طالما كده انا ممكن اشتري صبار سعره هيبقى ارخص، نبات صبار سعره ارخص، واعمل منه ماسكات. ممكن اشتري عسل وزيت بذور كتان واعمل منه ماسك تنعيم على شعري. في طبعا وصفات وحاجات كتير لو انتوا عايزيني كمان اتكلم عنها، يعني مش المنتج اللي اقدر ان انا اشتريه عشان ينعم شعري، لكن عشان ينعم فروة راسي بصراحة دي ميزة، لان مفيش حاجة بتنعم فروة الراس تقدر تتساب على الفروة غير لو بتعمل قشرة او تقيلة شوية وبعدها كمان بتتغسل، لكن ده فعلا ما بيعملش اي هرش ولا اي حاجة حتى لو تساب على فروة الراس، فدي ميزة حلوة جدا. انصحكم بقى ان انتوا تجيبوه ولا لا، زي ما قلت لكم لو حد عنده مشكلة تساقط او شعره عايز يتقله او يطوله، الامبولات دي مش هتعمل اي حاجة خالص. لكن لو حد شعره افريقي، مش جاف يا جماعة، افريقي تمام، بيبقى مشكلة الشعر ده ان هو فروة الراس بتبقى جافة جدا، يعني تبقى ناشفة قوي، ممكن يجيبه وقتها هيحبه جدا. وزي ما قلت لكم انا بالنسبة لي مش هشتريه تاني، بس برضو ممكن يعني في الاغلب احبه في الشتاء شوية، لان في الشتاء الشعر بينشف فيه، فمتهيالي انه يبقى لطيف. بصراحة برضو حسيت ان انا متحمسة ان انا اجرب الزيت بتاعهم، لان احتمال كبير ان هو يعجبني بما ان الامبولات دي حلوة، فبرضو هجربه واقول لكم عنه وكده. خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى يكون الفيديو فاتكم. ما تنسوش تكتبوا لي تحت في التعليقات انتوا ايه تجربتكم مع المنتج ده، حبيتوه ولا لا، جاب معاكم نتيجة ولا لا، وقولوا لي برضو افكار تانية. وما تنسوش برضو تكتبوا لي تحت في التعليقات الحاجات اللي انتوا حابين اتكلم عنها الفيديوهات الجاية، واشوفكم على خير في فيديو تاني.